من النهارده مفيش حكومة، أنا الحكومة. من النهارده مفيش حكومة، أنا الحكومة، أنا الحكومة. طبعاً كلنا سمعنا الجملة دي بصوت أحمد السقا في فيلم الجزيرة، بس تعالوا معانا نشوف الشخصية الحقيقية لأخطر رجل في مصر، والراجل ده بيطلقوا عليه بابلو اسكوبار الشرق، بس هيبقى في حلقة تانية عن بابلو اسكوبار الأصلي. انا مش ناسيكوا يعني. وقبل ما نروح للتفاصيل، قوم جهز كوبايه الشاي بتاعتك وطفي نورك عشان تعرف كل حاجه عن الموضوع ده. اهلا بيكم. عزت حنفي ده اخطر رجل في تاريخ مصر، اجتمعت فيه كل عناصر الفساد. لما بدا اسمه يتردد من قيادات الدوله في التسعينات، وتحديدا سنه 1994، بعد ما طلبوا اللواء نصار زاهر مساعد وزير الداخليه هو واخواته عشان يبقوا دراع الحكومه اليمين في الصعيد الجواري كله. الفتره دي بقى كانت مصر بتخوض فيها حرب شرسه بين الحكومه والارهابيين، وكمان قطاع الطرق اللي كانت بتمثل خازوق للوزاره، عشان بعد كده تتحول ارض محافظات ابل كلها لمقبره للضباط والعساكر. وكان كل ارهابي بيروح يخبط خبطته ويطلع على الزراعة والجبل، وكأن الأرض انشقت وبلعته. وما إن عيلة عزت حنفي كانت بتمتلك 80 فدان كانوا مزروعين موز وقصب، ده كان يعتبر مأوى لأي بلطجي بيطلع من الحكومة. عشان كده اقتراح اللواء نصار زاهر لقى ترحيب من الوزارة، وخصوصا إن عزت حنفي ده كان واد محبوب من أهل بلده، وكمان كان ليه هيبة، واد مسيطر يعني. وعلى عكس فيلم الجزيرة بقى، إن عيلته ما كانش لها عداوات مع أي حد غير خصومة بسيطة كده مع عيلة أولاد سباك، والكلام ده أخوه ممدوح قاله للصحافة المصرية. هنا بقى عزت حنفي وأخواته بقوا مندوبين للحكومة في تصفيه وضبط الإرهابيين، ما هو أهل مكة أضرب شعوبها بقى. ومن هنا بقى مولته مديرية أمن أسيوط هو ورجالته، وبدأ اسم عزت حنفي يتنجم بعد ما نظف اللبش اللي في الزراعة من دقات الجبل، وخصوصا بقى لما قام بتصفية واحد من أخطر الجماعات الإرهابية، وده كان ضابط منشق عن الداخلية اسمه ناجح، وكان بيتحصن بقرية اسمها العقال البحري في مركز البداري. ناجح ده كان من رجال الداخلية، فكان فاهم كل تحركاته، كان بيقضع الكمين بطريقة محترفة جدا، واللي قدر هو وجماعته يقتل اكتر من 300 شخص من رجال الامن، فكانت مصيبة وحلت على مصر كلها. فعلى طول لجأت الحكومة لدراعها اليمين عزت بيه حنفي. طبعا ما تأخرش، فقام بالتسلل للقرية هو واخواته ورجالته متسلحين. طبعا ما فيش اي حد شك فيهم باعتبارهم من اهالي القرية، وفي الضلمة هاجموا على نجح ورجالته وتخلصوا منهم كلهم، ودي كانت مذبحة بتتحكى بها القرية لحد النهاردة، وكانت من اعنف الضربات للجماعات الارهابية في الوقت ده. هنا بقى اسم عزت حنفي بقى يتردد بين كل قيادات الدولة، وكمان بيقال ان وزير الداخلية بذات نفسه اللواء حسن الالفي بعت له شيك بنص مليون جنيه مكافأة عن العملية دي. وطبعا كان كل حاجة لها علاقة بمحافظات ابلي كان عزت حنفي مطلوب فيها، بس على مين؟ ده انا دراع الحكومة اليمين. بس عايزك تتخيل معايا كده، عزت حنفي كان مطلوب في احكام قضائية 156 سنة سجن. وعلى خلاف الفيلم بقى، كانت عيلة عزت حنفي بتسيطر على عزبة النخيلة لوحدها. وهنا بقى عزت بيه حنفي بنى امبراطوريته من الهربين من الاحكام القضائية ومطاردي الجبل، واستولى هو واخواته على 300 الى 500 فدان، وزرعهم افيون وحشيش وبنج، وكمان تاجر في السلاح من اول المسدس لحد المدفع. عشان كده كان هو الحاكم بأمر في الصعيد، وكان ليه الأمر والنهي والضبط والربط في كل نزاعاته. لحد النهاردة كتير من الصعايدة بيعتبروا مثلهم الأعلى، وما بيطقوش حد يجيب سيرته، خصوصا ان شخصيته كانت زي الفيلم واحسن كمان. اما بقى موضوع مجلس الشعب اللي كان عايز يدخله، فكان دي من وحي خيال المخرج، لان بعد ما عزت حنفي قضى على الارهابيين في الصعيد كان حاجة كبيرة جدا عند الدولة، فمجلس الشعب ما بقاش ليه اي لازمة بالنسبة له. بس في 2001 حصلت كارثة لما واحد من اولاد سباق كان عايز يبني بيت قدام امبراطورية عزت بيه حنفي، لو قفله عزت وقال له انت ما ينفعش تبني البيت هنا، فحصل ضرب نار من كلا الطرفين لحد ما واحد من اولاد سباق
قتل اخو عزت حنفي حسن، حاجه كده شبه اللي حصلت في الفيلم بالظبط. اضطرت الحكومه تدخل الجزيره، ودي كانت اول مره الحكومه تدخل الجزيره من 10 سنين، ودي كانت بدايه النهايه لشهر العسل بينهم. من مين؟ من عزت حنفي والدولة، لأن في خناقة كبيرة حصلت بين العيلتين في 2004 واترفع فيها السلاح منزلش لحد ما اتظفر بالدم واتقتل 5 من رجال ولاد سداد. راح واحد منهم للحكومة وعمل محضر في عزت حنفي. البلاغ ده كان هو القشة اللي قسمت ظهر البعير. فراحت الشرطة الصعيد وقبضت على عدد كبير جدا من رجالة عزت حنفي. هنا بقى كنت لازم انوه عن حدوتة منصور وكريمة، لان دي مش موجودة في الحقيقة اصلا. انتوا حبايبي لازم اعرفكم تفاصيل التفاصيل، لان مرات عزت حنفي كان اسمها فادي عبد الوهاب. وبالمناسبة موضوع انه وقف القطر عشان حبيبته، لا طبعا مفيش الكلام ده، هو فعلا وقف القطر بس مش عشان حبيبته خالص، هو وقفه عشان اللي حصل لرجالته من الحكومة، وان هم دخلوا البلد من غير ما يستأذنوه. فالشرطة لقت ان عزت حنفي اتجاوز حدوده، فقرر وزير العدل بذات نفسه انه يقبض عليه، وخصوصا بعد ما رفض عزت ان يسلم السلاح الميري اللي كان واخده من مديرية امن اسيوط. احنا هنا مش هنقول الشيطان دخل بينهم، لا، هو الشيطان ما فارقهمش من الاساس. هنيجي بقى لمقولة منصور، عنده الحريم زي الرجالة بس دي كريمة. الجملة دي كانت حلوة في الفيلم بس ما حصلتش، لأن منصور كان عنده الرجالة زي الستات بالظبط، كانوا بيزرعوا الأفيون مع بعض. وفعلا عزت كان شايف كل شعب النخيلة سواء، لحتى لما الشرطة قامت بحصار النخيلة في 21 فبراير 2004 قام عزت حنفي جاب أهالي القرية كلهم واحتجازهم عنده. فالحكومة مش خايبة يعني، فقطعت عنهم المية والنور. اضطر عزت حنفي لاستخدام الأجهزة اللاسلكية اللي كان مستلمها من مديرية أمن أسيوط أيام التعاون بينهم. أنا عايزك تركز معايا عشان الحاجات دي أنا قلتها قبل كده. بعد الحصار اللي مطولش على أهل الجزيرة، قررت الشرطة اقتحام الجزيرة وهجمت عليهم هجوم عنيف وكاسح، وده كان في 1 مارس 2004. واستخدمت الشرطة في الاقتحام ده 85 مدرعة و60 زورق نهري و4 إلى 6 آلاف عسكر وظابط من القوات الخاصة، وأسلحة تقيلة وخفيفة وحاجات كده من اللي قلبك يحبها. وبدأت المعركة واستمرت ليل ونهار ونهار وليل، وانضرب فيها كمية رصاص كتير جدا. من ضمن الخسائر اتحرق محصول البنجو والحشيش اللي كانوا زارعينه. وقدرت القوات الخاصة تحرر الرهائن اللي مع عزت حنفي ووقعوهم نفر ورا التاني. 77 واحد منهم مسكتهم الشرطة، وفي ناس اتصابت وناس اتقتل. الوقت ده بقى عزت حنفي لقى 4 من عيال اخواته مقتولين، فاتجنن واستخدم سلاح الجيرينوف وبدأ يضرب فيه على الشرطة، بس للأسف اتصفي كتفه واستخدم حبوب عشان يقتل نفسه، بس الحكومة ما سمحتلوش برفاهية الموت. واتقبض على عزت حنفي اللي شاف انهيار امبراطوريته قدام عينه. فالشرطة قبضت على عزت حنفي واخدته مستشفى الجامعة بأسيوط عشان يعالجوه هناك، وفرضت عليه حراسة مشددة ومنعته من التواصل مع وسائل الإعلام نهائي. وبعد ما خف عزت وبقى كويس اتنقل لسجن الاستئناف، وبعد ما راح هناك أضرب عن الأكل والشرب وعمل شغب كتير جدا بين المساجين، وحصلت خناقات كتير بسببه وما كانش حد عارف يلمه. فاضطروا ينقلوه لسجن برج العرب واتحكم عليه هناك بالإعدام. وفي يوم 18 يونيو 2006 الساعة 6 صباحا اتحكم على عزت حنفي بالإعدام هو واخوه حمدي في سجن برج العرب باسكندريه، ودفنوهم في برج النخيله واستحراسه امنيه مشدده. بس قبل ما يتعدموا بدقايق كان عشماوي بيحاول يواسيهم، زي اي حد يجي يتشنق عشماوي بيواسيه. فاتفاجئ عشماوي برد عزت حنفي وهو بيوقفه بالكلام، وقال له عشماوي شوف شغلك، ده قدره مكتوب عليا من وانا في ظهر ابويا. ودي كانت اخر كلمه قالها اخطر رجل في مصر، بابلو اسكوبار الصعيد، عزت حنفي. وبكده تكون حلقه النهارده خلصت. طبعا ما تنساش اللايك والفولو، وقول لنا رايك في الكومنتات. اشوفكم على خير، سلام عليكم.